ما هو حد أو تعريف علم التصوف؟ هو علم بأصول يعرف به صلاح القلب، أتعلم كيف أصلح القلب، أو أذهب إلى الشيخ أتعلم منه كيف أصلح هذا القلب وسائر الحواس. وعملا هو الأخذ بالأحوط من المأمورات، الله سبحانه وتعالى له أوامر، فآخذ بأحوط الأوامر، يعني إذا صار هناك شبه واختلاف آخذ بالأحوط، الحلال بين والحرام بين، وبينهن مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون 9 أعشار الحلال من أجل أن لا يقعوا في حرام واحد، فإذا اشتبه علي أمر آخذ بالأحوط. والأصلح للدين، وهذا أيضا عند اختلاف المذاهب، آخذ بالأحوط، أرتقي إلى المقام الأعلى. واجتناب المحظورات، حرام لا أقربه أبدا ولا أستخف بالصغائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمعنا على الرجل حتى يهلكنا. والاقتصار من المباحات كالطعام والشراب والنكاح والملبس والمسكن والمركب على الضروريات، لا أكون شرها للدنيا، توسع في الطعام، توسع في اللباس، توسع في المسكن، توسع في المركب. الصوفي لا يسلك هذا المسلك، والله أعلم.